إطلاق هذه الحجلة في الهواء هي بمثابة المساعي لبعث الحياة في جبال الأخضرية بالبويرة عقب حرائق الصائفة الماضية. هذه الحجلة من بين 300 حجلة التي تم إطلاقها في الطبيعة لخلق التوازن البيولوجي وزرع روح المبادرة لدى الأطفال. جينا باش نشوفوا يطلقوا تكاثر الحجل اللي كانوا مقبل ولوك اللي ما كانوش، كما حرقنا الغابة ما كانوش كشو نقرضوا. دوك جينا نطلقوا 300 طير لكي نشوفوا تكاثر الحجر في البيئة. الهدف الرئيسي هو إعادة إعمار المنطقة، لكن كذلك هو تحسيس كل الفاعلين في الميدان. طلقناهم كامل الطيور، جبنا 300 طير من حجر البري ودوك حرفقوهم باسكو مازال العمل كبير. حملات تحسيسية يقوم بها المجتمع المدني للاستغلال العقلاني لهذه الثروة وتقنين عملية الصيد. يطالع على القوانين اللي مسموحات ممنوعات من ناحية صيد الحيوانات البرية، وكذا المناطق المحمية لازم نكونوا دائما نعسوها ونراقبوها من ناحية الصيد العشوائي والحرائق في نفس الوقت. مهمة الصيد ليست فقط مهمة صيد اللي هي مهك ضد البيئة، وإنما العكس، الصياد يحافظ على الغابة، الصياد يرب الحيوانات والطرائد اللي من بعد يصيدها، يساهم في تكاثر الأصناف النباتية والحيوانية في الغابة. مبادرة من شأنها المحافظة على التنوع البيولوجي وغرس الروح التشاركية لتثمين الثروة الغابية والحيوانية التي تسخر بها بلادنا.